السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين: ضبط أكثر من 14700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو للحذر. مهرجان العلا للحمضيات يعود في موسمه الثاني ضمن فعاليات شتاء طنطورة. وهيئة الترفيه تطلق غدا منطقة إيماجينيشن بارك لمحبي الأفلام والسيارات النادرة. أحييكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك خلال أسبوع، عن ضبط أكثر من 14000 مخالف، وتجاوز إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 34000 وافد مخالف، كما تمت حالة أكثر من 27000 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما تم ترحيل أكثر من 11000 مخالف. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال. توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حتى الثلاثاء المقبل، وأن الفرصة ما تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق أجازان عسير الباحة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب في بعض المناطق ولا يستبعد تكون الصقيع على شمال المملكة. Thank you.
يعد وادي رانيا أحد أكبر وأهم أودية الجزيرة العربية، حيث يبلغ طول امتداد الوادي حوالي 300 كيلومتر، يبدأ من جبال السروات وينتهي في الربع الخالي. تشكل الاستيطان البشري عبر عصور التاريخ حول الأودية والأنهار التي وفرت كل أشكال الحياة. وها هو وادي رانيا، أحد أكبر وأهم أودية الجزيرة العربية، انموذجا حيا لذلك الاستيطان، حيث قامت على جنباته القرى المتناثرة ولا زالت منذ أقدم العصور من منابعه بجبال السروات غربا حتى أن يغور في رمال الربع الخالي شرقا. وادي رانيا بلغت شهرة الآفاق منذ العصر الجاهلي كونه أحد أهم وأكبر أودية الجزيرة العربية. عرفته كثير من المصادر والمراجع أنه مركز الاستيطان البشري الذي قامت على جنباته مزارع وقرى بلدة رانيا وتسمت باسمه. ما يميز أيضا وادي رانيا أنه من منابعه في جبال السروات غربا إلى أن يصل إلى المختمية شرقا ويلتقي بوادي بيشة ويشكل مجرى واحد يحتفظ بهذا الاسم حتى يغور في عالية نجد. بلغت شهرة وادي رانيا الذي يغذيه العديد والكثير من الأودية حوله حتى أصبح مقراً ومقاماً للاستقرار منذ القدم، وقد مر به الكثيرون سواء في رحلاتهم الاستكشافية أو مهامهم الرسمية، عرب كانوا أو أجانب، فدونوا في كتبهم أجمل العبارات ووصفوا حياة الوادي المتنوعة التي كانت من أهم أسباب صعوبة ظروف المكان. يصب في وادي رانيا العديد من الأودية والشعاب التي تردفه كالمخضار والسمرية والبحرة وغثران وغيرها، كما وصف العديد من الرحالة والمؤرخين مثل جون فيلبي وموريس تايمزيه ولوريمر وفؤاد حمزة، وصفوا وادي رانيا من حيث زراعته المتميزة خاصة في النخيل وأنواع الفواكه والشعير والذرة وغيرها، كما وصفوا كذلك آبارها الضحلة ومياهه وينابيعها التي كانت تستمر على مدار العام. هكذا هو حال وادي رانيا، وذاك جزء بسيط من تاريخه الطويل، ولا يزال مصدر مهم لرفاهية حياة مدينته ومناشطها الزراعية والمائية. سعد السبيعي، محافظة رانيا. هذا وحذر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ من الخروج إلى الصحراء في هذه الأيام لازدياد البلاغات حول المفقودين والمركبات العالقة، وذلك لكثرة السيول وخطورة الوضع وصعوبة السير في كثير من المناطق، كما نشر عدة صور لمركبات عالقة أنقذها أعضاء الفريق، ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر جراء الأمطار، كما جدد التأكيد على عقوبة عابري الأودية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي. مرحبا بك عقيد محمد. مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك عقيد محمد. بداية دعنا نتحدث عن كثرة البلاغات في هذه الأجواء التي يتخللها الأمطار والضباب. ذكرت أن الدفاع المدني حرص دائما على تنفيذ الإجراءات الوقائية والتنبيه وبث الرسائل والإرشادات المناسبة. خلال هذه الحالة المناخية تعامل الدفاع المدني مع عدد من البلاغات تمثلت في تعلق مركبات وأيضا تعطل مركبات في تجمعات مائية. الحقيقة وأن رأينا أن البلاغات التي تمت خاصة في مع إجازة نهاية الأسبوع واستمرار الحالة المناخية نجدها قليلة والله الحمد تزامنا مع هذه الحالة، وهو دليل على تجاوب الجميع، لكن لازم نعول على الامتثال أكثر للتعليمات، خفض مستوى البلاغات بشكل كبير جدا خاصة في ظل استمرار الحالة المناخية، وأن أغلب البلاغات قد تكون في مناطق برية وفي مناطق مفتوحة. لا زال الدفاع المدني يتابع الحالة المناخية بشكل كبير جدا، فرق الدفاع المدني في حالة انتشار ورفع الجاهزية، الجهات الحكومية والأمنية وعملها التكاملي ضمن لجان الدفاع المدني الفورية أيضا لا زالت في حالة استمرار. نعم عقيد محمد، ما هي أكثر البلاغات التي تصلكم من أي منطقة سواء من مناطق الصحراء أو الأودية؟ أغلب البلاغات تأتي في مناطق مفتوحة، تعطل المركبات وتعلقها في أراضي طينية وتجمعات مائية هي التي يتعامل مع الدفاع المدني، وكما ذكرت كانت قليلة أسوة إذا ما أخذنا إجازة نهاية الأسبوع في الحسبان واستمرار الحالة المناخية، ولكن ندعو الجميع إلى الامتثال للتعليمات والإرشادات. هي أغلب البلاغات التي باشرها، أما فيما يخص المدن هي تجمعات مائية يتم التعامل معها من قبل فرق الأمانة
وفرق الطوارئ وايضا زملاء في الكهرباء، الجميع حقيقه يعمل في منظومه واحده في التعامل مع نواتج الامطار وتاثيراتها، وهي تاثيرات نواتج تحدث دائما في حال وجود امطار كالتماسات الكهربائيه او تجمعات مائيه ونواتج، يتم التعامل معها فورا من قبل الجهات الامنيه والخدميه المعنيه. نعم، هل توجهون الذين يستنشدون فيكم عن هذه المناطق الخطرة؟ هل هناك يوجد لديكم خارطة في هذه المناطق الخطرة التي لا يمكن التواجد فيها خلال هذه الأوقات خصوصا في فترة الأمطار؟ بالتأكيد دائما ما يؤكد الدفاع المدني على الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، ابتعاد عن المستنقعات المائية، عدم المرور من تجمعات المياه التي تتشكل، أيضا أخذ بالإرشادات والتعليمات، متابعة أحوال الطقس، جميع هذه الإرشادات هي تعتبر ضمن تحليل المخاطر التي قد تكون من نواتج الأمطار، لذلك ندعو الجميع إلى التقيد بالتعليمات والإرشادات والابتعاد عن هذه الأماكن. نعم، وهذه النصيحة التي كنا نسألك وسوف نستفسر منها لديكم ولكن ذكرتها. على كل حال شكرا جزيلا لك عبر الهاتف متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أشكرك على هذه المشاركة. للحديث أكثر عن أحوال الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف المختص في الأرصاد الجوية عادل القزلني. مرحبا بك أستاذ عادل، بداية أطلعنا على توقعات الحالة المطرية خلال الأيام القادمة على المملكة. أهلا بك أستاذة منى ولكل المشاهدين في القناة الأولى. بالفعل أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير إلحاقي للحالة المطرية القادمة مشيئة الله تعالى. كما نعلم جميعا في فصل الشتاء تعيش المملكة متأثرة بمرور المنخفضات الجوية المصحوبة بجبهات هوائية باردة من شرق البحر المتوسط والتي تؤثر على أجواء المملكة كما حصل في الحالة المطرية السابقة. في بداية هذا الأسبوع أو ابتداء من هذا اليوم هناك مرور لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تتأثر به وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأيضا بتساقط الثلوج على المرتفعات في شمال المملكة، وأيضا بانخفاض في درجات الحرارة. نعم، هناك سوف نشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ولكن ما هي أستاذ عادل المناطق؟ ابتداء من الأطراف الشمالية الغربية يبدأ تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة، ثم على الأجزاء الغربية والسواحل الغربية في منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة في ينبع وفي جدة، ثم تذهب السحب إلى المناطق الداخلية في المدينة المنورة وأيضا على مكة المكرمة ومناطق وسط المملكة في القصيم وحائل، وبعد هطول الأمطار يبدأ دخول الكتل الهوائية الباردة المصاحبة الجبهة الهوائية الباردة وبالتالي انخفاض طفيف في درجات الحرارة من جديد. شكرا جزيلا الشكر الأستاذ عادل القزنلي على هذه المشاركة، شكرا لك. شهد وادي روما غرب منطقة القصيم لأول مرة منذ 14 عاما مشهدا تنوعت فيه المظاهر الجغرافية بين الجبال والنفود. للحديث عن جريان وادي روما الذي يعبر عن بل يعبر منطقة القصيم، حيث تواصل لجنة فريق تطوير وتأهيل الوادي أعمالها لضمان عبوره والمحافظة على حرم الوادي. للمزيد ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل علي العطينان. مرحبا بك علي، بداية حدثنا وأعطنا تفاصيل أكثر عن هذا الوادي وأيضا تأهيله وتطوير هذا الوادي.
نعم مساء الخير منى، تحية لكل المشاهد الكريم. صحيح طبعا احنا نقف في واحدة من النقاط اللي يمر من خلالها وادي الرمة هنا في منطقة القصيم وتحديدا في مدينة بريدة. طبعا شهدت منى والمتابع الكريم منطقة القصيم هطول كميات غزيرة وأيضا متوسطة من الأمطار على طبعا كثير من أجزاء منطقة القصيم اللي طبعا على إثرها سال وجرى وادي الرمة منذ بداية نقطة في محافظة عقلة الصقور وصولا إلى مركز أربعية. طبعا لجنة تطوير وتأهيل فريق وادي الرمة بإمارة منطقة القصيم تواصل أعمالها للمحافظة حلم حرم الرادي أو حرم الوادي لطبعا ضمان جريان الوادي على امتداد النقاط والمحاور اللي يمر فيها. عن اللجنة والفريق والعمل اللي يقومون فيها أرحب بضيفنا الكريم الدكتور صالح العامر رئيس فريق تطوير وتأهيل وادي الرمة. أهلا بك دكتور يعطيك العافية. تعرف المشاهد أكثر عن دوركم في تطوير وتأهيل وادي الرمة والمحافظة على حرم الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. فرصة طيبة أن يعني نحتفي بهذه الأمطار وهذا الوادي الذي يسيل شيخ الأودية. وأيضا فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة هو فريق مشكل من الجهات الحكومية ابتداء من أمارة المنطقة ثم جامعة القصيم وهي الشركة العلمي والجهات الحكومية ذات العلاقة. والحمد لله لنا 5 سنوات ونحن نعمل جادين في المجالين. المجال الأول مجال التأهيل والحمد لله يعني أنجزنا أكثر من 80% وأزلنا من العقوم وأزلنا من الأنقاض والتعديات التي على مجرى الوادي لتجريته وتسريحه من التعديات. وصلنا إلى أكثر من 200 مليون طن من المخلفات والأنقاض والتعديات. خليني أسألك دكتور عن القناة الحاملة اللي كانت يعني واحدة من أعمال لجنة تأهيل وتطوير وادي الرمة، عرفنا على هذه القناة إيش دورها وأيضا ثمار العمل اللي قمتوا عليه يعني مع الحالة المطرية اللي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. نعم صحيح، نحن الآن على إحدى جهات القناة الحاملة للسيول التي فعلا كانت نتيجة جهود سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل يحفظه الله وأيضا القادة المدراء الإدارات الحكومية الذين اشتركوا في تنظيف الوادي وتنفيذ القناة الحاملة للسيول التي فعلا تحمل السيول. وقد رقبنا وانتظرنا حقيقة نزول الأمطار منذ سنوات لكي نرى ثمرة هذه القناة. هذه القناة طبعا قناة يعني عريضة يصل عرضها أو يزيد عرضها على 300 متر العرض يعني عمق 2.77 متر، وهي قناة ترابية الآن لحمل السيول وتسريته وتجريته. الآن الحمد لله نحن رأينا الآن بعد ما رأينا هذا الوادي وهو يدخل شرق شمال مدينة بريدة متجها إلى أربعية ثم السياح ثم الأثويرات، الحمد لله يسير بسيولة. وأثبتت فعلا هذه القناة وهذا الجهود التي بذلته الأمارة المنطقة والجهات الحكومية بمعية واستشارة ونظر الفريق كان الحمد لله مطمئن ولله الحمد والمنة. نعم خلني أسألك بشكل سريع أبرز الأعمال المستقبلية اللي ضمن خطتكم في تأهيل وتطوير الوادي بشكل سريع إذا سمحت. أحسنت. طبعا هنا الفريق أيضا من الجهات التي تشترك فيه جهات السياحة وجهات الآثار. الحمد لله يعني نحن الآن اخترنا ووضعنا خطة استراتيجية لوضع منتزهات ومواقع تشجير. الآن اقترحنا الحمد لله 5 قبل سنة والآن تنفيذها، واليوم زدنا إلى 15 موقعا مع المركز الوطني للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والذين فعلا جادين ونتواصل معهم ولنا اجتماعات قادمة إن شاء الله في تنفيذ وتنزيل ما خططنا له على الواقع. شكرا. الله يسعدك. الله يبارك. إذا منى والمتابع الكريم يعني هذه وقفة على واحد أكبرها في شبه الجزيرة العربية وادي الرمة اللي طبعا يشهد اليوم جريانه بكثافة
مرورا بالعديد من النقاط والمحاور اللي حددتها لهذا الوادي لجنة تطوير وتأهيل وادي الرمة منذ وصوله لعقلة أصقور، وأيضا اليوم وصوله لمركز أربعية، وبمشيئة الله امتداد هذا الوادي وجريانه إلى محافظة السياح ونفود ثويرات. بكل تأكيد أن اللجنة لها أعمال كبيرة، ولعل من أبرزها والتي وجه بها سمو أمير المنطقة هو إيجاد مركز للمعلومات حول وادي الرمة وأبرز المواقع التي يمر بها، وأيضا المحافظة على حرم الوادي ودون يعني حدوث أي تعدي من خلال المراقبة التقنية عبر عين الصقر اللي طبعا تتم بشكل مباشر من مقام إمارة منطقة القصيم. تفضلي منى. شكرا جزيلا لك مراسل أخبار السعودية علي العطينان، أشكرك جزيل الشكر أنت وضيفك الكريم على هذه المشاركة، شكرا لكما. بعد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة الرياض والمحافظات التابعة خلال الأيام الماضية، حيث شكلت هذه الأمطار بحيرة كبيرة وسط الصحراء في روضة العكرشية بمحافظة شقراء، تعد هذه الروضة من أكبر الروضات شمال مدينة الرياض، تمتاز بمناظر طبيعية خلابة مما جعلها مقصد للمتنزهين ومحبي البر. للمزيد ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الرحمن الموسى، مرحبا بك عبد الرحمن. مرحبا منى، مرحبا بالمشاهدين الكرام. نحن نتواجد الآن في شمال غرب منطقة الرياض، نحن نتواجد الآن في محافظة شقراء، هذه المحافظة الجميلة التي تبعد عن مدينة الرياض العاصمة نحو تقريبا 180 كيلومتر باتجاه الشمال الغربي. ولله الحمد خلال الأيام الماضية التي شهدت المملكة العربية السعودية من الخليج العربي شرقا وحتى البحر الأحمر غربا، هذه الموجة الجميلة والحالة المطرية التي شهدتها مملكتنا المملكة العربية السعودية خلال هذه الثمان أيام الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. شهدت الحقيقة منطقة الرياض بالتحديد أمطارا غزيرة سالت منها الشعاب والأودية، تكونت من خلالها هذه اللوحة الجميلة التي تشاهدونها خلفي، وهي بحيرة العكرشية في حمادة الوشم وحمادة شقرة. نحن نتواجد الآن في هذا المنتزه الجميل الحقيقة، هذه الأجواء الماتعة والجميلة التي خلفتها أمطارنا جعلها الله أمطار خير وبركة. هذا الوادي وهذا المنطقة وهذه الروضة هي روضة العكرشية التي تمتد من الشمال إلى الجنوب نحو تقريبا 10 كيلومترات، ومن الغرب العرض من الشرق إلى الغرب نحو 4 كيلومترات. هذه الروضة الجميلة الكبيرة الواسعة التي تعد من أكبر الرياض الموجودة في منطقة الرياض، تصب فيها 7 أودية لتكون هذه البحيرة الجميلة على هذه الصبخة الملحية الجميلة لتكون شاطئا وبحيرة جميلة يرتادها المصطفون سواء كانوا من المحافظات القريبة داخل شقراء أو الوشم أو سدير أو غيرها من المحافظات لمن أراد الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة والماتعة. ربما تستمعون الآن للطائرات التي تجوب سماء هذه البحيرة الجميلة، المتنزهين الكثر الذين تواجدوا في هذا المكان. نحن نتواجد الآن بجلسة أحد المتنزهين الله يبارك فيه ويعطيه العافية ويكثر خيره الذي استضافنا في هذه الجلسة لأخذ هذه اللقاءات الجميلة مع المصطفين ومع أهالي المحافظة. أولا في البداية الحقيقة أعرفكم بمن معي في هذه الجلسة الجميلة، هو الأستاذ إبراهيم المسعود والدكتور عبد الله المترك والأخ إبراهيم الرشيدي والأستاذ نايف مطيري، وهم من أهالي بعضهم من هذه المحافظة وبعضهم قدم إلى هذه المحافظة لاستمتاع بأجواء جميلة وماتعة خلال هذه الأيام. في البداية منى دعيني أرحب بالدكتور عبد الله المترك ليحدثنا عن هذه بمزيد من التفاصيل عن هذه الروضة وعن محافظة شقرة وعن ما تمتاز به هذه المحافظة.
نرحب بك أستاذ دكتور عبد الله، وأنت من أبناء محافظة شقرة. حدثنا الله يعطيك العافية عن هذه المحافظة، ما تمتاز به سواء كان هذه البحيرة أو غيرها من البحيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك أخوي عبد الرحمن وبالسادة المشاهدين والمشاهدات، وأجواء جميلة كجمال المشاهدين والمشاهدات وجميع فريق البرنامج. في الحقيقة الفترة الماضية 3 أيام كانت أمطار غزيرة على المحافظة، أسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة على عموم البلاد. وشكرا طبعا، أنتم تحدثتوا قبل قليل عن روضة الأكرشية أو الرياض الأخرى في محافظة شقرة، لكن من الرياض الموجودة داخل محافظة شقرة روضة قصور شقرة، هذه في الجهة الشرقية من محافظة شقرة تقريبا 7 كيلو عن محافظة شرق شقرة. طبعا من الجهة المقابلة لنا في هذه المنطقة يوجد أيضا المنتزه البري ومنتزه حديث منتزه شقراء البري، وطبعا منتزه حديث العهد طبعا على مساحة 7,800 متر مربع. يعني سوف يعني تكون الأيام القادمة مؤذنة بشتل تقريبا 450,000 شتلة، بدأت هذا العام تقريبا 150,000 شتلة في الجهة المقابلة. كل الشكر في الحقيقة والتقدير لجهود الحكومة الرشيدة على كل ما يحقق رفاهية المواطن المقيم في محافظة شقرة. أنا أسعدني أني أقدم الشكر الجزيل للأجهزة الحكومية في المحافظة اللي هي امتداد لأجهزة الدولة، وأخص بالذكر والشكر سعادة محافظ شقرة الأستاذ عادل بن عبد الله البواردي في على جهوده التنموية في المحافظة في كل ما من شأنه يعني الرقي بهذه المحافظة، وخاصة ما يتعلق بالمجال البيئي من خلال الإسراع بمنتزه شقرة البري، وأيضا رفع مستوى الشتل فيه، وهو طبعا تشرف عليه أو يشرف عليه مشكورا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. أيضا جهود كبيرة في حماية المنطقة البيئية، خاصة فيما يتعلق مثلا بنقل مناهل الرمال في محافظة شقرة، وهي كانت تؤثر بشكل كبير على الجوانب البيئية في المحافظة، ولله الحمد والمنة المتابعة الدقيقة من سعادة المحافظ والجهود الكبيرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ساهمت بشكل كبير في نقل هذه المناهل إلى مناطق بعيدة عن الجوانب البيئية، وكل هذه في الحقيقة في محافظة على المنتزهات البرية. وسعدت بكم كثير، الله يسعدك يا رب. الله يعطيك العافية، شكرا لك دكتور عبد الله، بارك الله فيك. جميل أن يأخذ زميلي ريان السكر، أعطي العافية مصورنا، وأيضا ترك الخضير الله يعطيه العافية، أيضا لننقل لكم صورة حية مباشرة من هذه الروضة ومن هذا المكان الجميل تحت هذه الغيوم التي امتلأت بها السماء. أسأل الله أن يغيثنا ويغيث بلاد المسلمين ينفع بها. أيضا يقف ويجلس بجواري أحد الذي استضافنا حقيقة في هذه الجلسة الجميلة. نأخذ على السريع اسمه، أيضا من أين حضر هذا المكان وكيف وجد التنظيم والترتيب في هذا المكان؟ نرحب بك أخي الكريم، أودنا تعرفنا أول شيء من وين جيت، باسمك من وين جيت وكيف وجدت التنظيم والترتيب في هذا المكان؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء معكم إبراهيم شريد الرشيدي، جاي من منطقة سدير، جاي والله تمشى في شقرة، المكان كويس ونظيف يعني فيها الخدمات وشقرة معروفة كل شيء يعني في المنتزهات في النفود في أي شيء. كم تبعد المسافة؟ تقريبا 40 كيلو. 40 كيلو، ما شاء الله. عموما الله يعطيك العافية وبيض وجهك وكثر خيركم. نعم منى، هذه نحن الآن في نقل صورة حية مباشرة ومباشرة بالصوت والصورة بكل هذا تأكيد. المكان الجميل وهذه البحيرة التي اجتمعت جراء هذه الأمطار والسيول، جعل الله أمطار خير وبركة. اللهم آمين، ولك منا جزيل الشكر على هذه التغطية المميزة الزميل عبد الرحمن الموسى، نشكرك ونشكر ضيوفك الكرام، شكرا لكم. ونبقى في أجواء الأمطار، ومن جدة ينضم معنا مراسل أخبار السعودية عبد العزيز أدريس. مرحبا بك عبد العزيز، أطلعنا على هذه الأجواء في جدة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة. مساء الخير عليك منى ومشاهدين، أهلا وسهلا بك نشرة الظهيرة. يعني
يعني جدة كباقي محافظات المملكة تعيش خلال الأسابيع الماضية أجواء رائعة من هطول الأمطار من يوم إلى آخر، أيضا انخفاض درجة الحرارة. يعني يوم أمس توقف هطول الأمطار، كانت السماء ملبدة بالغيوم، اليوم السماء صافية ولكن هناك نسبة نسائم من الهواء البارد، وهو ما يجعل سكان محافظة جدة يتجهون خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع إلى المنتزهات والأماكن المفتوحة، سواء هنا في كورنيش الواجهة البحرية حيث يتواجد أو حتى في المناطق البرية التي أصبحت مسطحات خضراء بعد هطول الأمطار، سواء في شرق محافظة جدة أو في جنوبها، وأيضا في طريق مكة جدة السريع. يعني حسب ما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول فرصة، هناك فرصة لهطول الأمطار يوم غد، ولكن يعني نسبة أو سرعة الرياح عالية هنا في محافظة جدة. درجة الحرارة اليوم الفجر كانت تقريبا 20 درجة مئوية، الآن تصل إلى 27 درجة مئوية، فالأجواء جميلة هنا في محافظة جدة، وأجواء للخروج والتنزه خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع. نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد العزيز أدريس على هذه المشاركة، شكرا لك. مستمرون معكم في هذه النشوافية بعد الفاصل. منافسات المرحلة الثامنة من بطولة رالي داكار السعودية تتواصل غدا، وتشاهدون أيضا عبور أربعة شاحنات منفذ الوديعة تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لتوزيعها في عدة محافظات يمنية. أحييكم من جديد. تتواصل غدا الأحد منافسات المرحلة الثامنة من بطولة رالي داكار السعودية 23 بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، وكانت اللجنة المنظمة للرالي قررت إلغاء منافسات المرحلة السابعة لفئتي الدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات المقرر انطلاقها صباح اليوم نظرا للأحوال الجوية الممطرة وارتفاع مستوى الإرهاق بين جميع الدراجين. تتواصل في مدينة البصرة العراقية منافسات خليجي 25 حيث يلتقي اليوم منتخب البحرين نظيره الإماراتي، فيما يواجه منتخب الكويت شقيقه القطري. هذا واستهل الأخضر السعودي مشواره في منافسات بطولة كأس الخليج بالفوز على نظيره اليمني بهدفين دون مقابل. سوف يلتقي منتخبنا في مواجهته الثانية بالمنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل، فيما يلتقي في ثالث مبارياته بالمنتخب العماني الخميس المقبل في ختام دور المجموعات للبطولة. دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 23 بهدف دعم المشاريع الوطنية في مسيرتها للمنافسة عالميا وتحفيزها للاستمرار في تنمية مختلف القطاعات رقميا. وتنافس المملكة ب 31 مشروعا ل 19 جهة حكومية وخاصة، ويتاح التصويت حتى 25 من يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات. يعود مهرجان العلا للحمضيات في موسمه الثاني ضمن فعاليات شتاء طنطورة بإنتاج يبلغ 15,000 طن سنويا من الحمضيات. مهرجان الحمضيات حدث اقتصادي اجتماعي ينظم تحت إشراف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إذ تقرر عقده سنويا في شهر يناير ليتزامن موعده مع موسم حصاد أصناف من الحمضيات في محافظة العلا. ويقع المهرجان ضمن مدة إقامة فعالية الموسم الشتوي، ويقام المهرجان لتحقيق أهداف عديدة، لأنه يمثل فرصة للمزارعين لتسويق الحمضيات الطازجة التي تقدر بنحو 15,000 طن سنويا.
طبعا مهرجان حمضيات العلا عبارة عن مناسبة مصممة على شقين، الشق الاجتماعي ويتاح فيه الفرصة لمزارعين العلا بعرض منتجاتهم الطازجة من الحمضيات في موسم حصاد الحمضيات في العلا، بالإضافة إلى الشق الاقتصادي واللي فيه يتم التعاون مع المشترين، مع كبار المشترين للوصول إلى المزارعين وعقد الصفقات وشراء أكبر كميات ممكنة من الحمضيات في موسم حمضيات العلا. ويستهدف المهرجان تسليط الضوء داخليا وخارجيا على منتجات العلا المتميزة من الحمضيات ودعم تسويق المنتجات الفريدة لحمضيات العلا. طبعا ننتج مزروعات اللي هو الحمضيات جميع أنواعها، اليوسفي والبرتقال والكيمكوا. وقد قام مزارعو الحمضيات المشاركون في المهرجان بعرض إنتاجهم من أصناف الحمضيات المختلفة التي تزيد على 29 صنفاً من الأصناف المختلفة من الحمضيات. راضي زيد، العلا. تنطلق غداً الأحد أحدث مناطق موسم الرياض والمخصصة لعشاق الأفلام والمسلسلات، يخوض فيها الزوار تجارب مختلفة لأشهر المسلسلات والأفلام العالمية. موسم الرياض قدم مزيجا فريدا يجمع بين التشويق والعصرية، وجعل الخيال واقعا بجعل العاصمة حاضنة كبرى ووجهة سياحية وترفيهية مفضلة على مستوى المنطقة والعالم. موسم الرياض في نسخته الثالثة أرضى جميع الأذواق بتنوع فعالياته، حيث خصص مناطقا متكاملة لعشاق الفخامة ومحبي السرعة والرياضة والشغوفين بالألعاب الإلكترونية وأيضا التراث والتاريخ. رياض إماجينيشن بارك أحدث مفاجآت موسم الرياض في نسخته الثالثة، منطقة مخصصة لعشاق الأفلام والمسلسلات، يخوض فيها الزوار تجارب لأشهر أعمال نتفليكس العالمية على أرض الواقع في أجواء تجمع بين الترفيه والإثارة. مجسمات ومعارض لسكويد جيم وسترينجر ثينجز وآرمي أوف ذا ديد وأيضاً لكاسا دي بابل تحتضنها إماجينيشن بارك، إضافة إلى عروض ترفيهية يومية متنوعة ومعرض للسيارات النادرة والسريعة، إضافة إلى السيارات المعدلة. 15 منطقة في الموسم تتجاوز المخيلة بما توفره من فعاليات وتجارب من حول العالم، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، مما يرسخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم. يشارك في معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة والمقام حاليا بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة العديد من دور النشر المحلية التي تنقل التعليم من الطريقة التقليدية الغير محببة لدى الكثير من الأطفال إلى الأساليب الجديدة في إطار ترفيهي وتعليمي ووسائل تعليمية تفاعلية للأطفال تربط الجانب التعليمي باللعب. مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل. حياكم من جديد. يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين البيئة التعليمية ورفع جاهزية المدارس التي تعرضت لتدمير من قبل ميليشيات الإنقلابية الحوثية الإيرانية، والمساعدة في خلق بيئة تعليمية تزيد من فرص التعليم للطلاب. إسهاما في الارتقاء بالعملية التعليمية في اليمن، يمول مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم التعليم بتكلفة تزيد على مليون دولار أمريكي، ويشمل تأهيل وتأثيث وتجهيز 23 مدرسة في 4 محافظات يمنية، إضافة إلى توزيع الحقائب على الطلاب في المدارس. مدرسة المنار في مدينة عدن واحدة من ضمن عشرات المدارس التي يشملها المشروع الذي أعاد تأهيلها بعد أن كانت مدمرة وجهز فصولها بوسائل تعليمية بعد الخروج عن جاهزيتها جراء الحرب التي تعرضت لها اليمن.
نشكر مركز الملك سلمان للغات الإنسانية في تقديمه لهذه المشاريع، أكانت في هذه المدرسة أو في لهم تدخلات في مدارس أخرى. وزارة التربية والتعليم افتتحت المدرسة بعد تجهيزها وأشادت بالدعم المتواصل من مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يولي العملية التعليمية اهتماما كبيرا ويسعى للارتقاء بها وتحسين جودة التعليم. مركز الملك سلمان لديه مشروع طموح مع المنظمات المحلية والمنظمات الدولية في إعادة وترميم وصيانة المدارس وتأهيلها مرة أخرى إلى أن تزاول العمل الطبيعي لهم. مشروع دعم التعليم يستفيد منه أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة والجوف، ويسهم المشروع في دعم العملية التعليمية وإعادة تأهيل المدارس المدمرة وتحسين البيئة التعليمية التي تضررت نتيجة الحرب في اليمن. عبد الفتاح غلاب، عدن. عبرت منفذ الوديع الحدودي 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها أكثر من 36 طن من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية. تعتبر هذه الشحنة جزءا من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات اليمنية المستهدفة. في الشأن اليمني، ألحقت القوات المشتركة والجيش اليمني خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات محافظة الضالع. وفي محافظة تعز شنت الميليشيات الحوثية قصفا مدفعيا وإطلاق نيران متقطعة على مواقع قوات الجيش اليمني والمقاومة وعلى القرى الآهلة والأحياء السكنية المجاورة، لم ينتج عنها أي إصابات. وفي محافظة الحديدة استهدفت القوات المشتركة اليمنية أهدافا حوثية ردا على استهدافها قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة. قالت مصادر مطلعة إن الصين تجري محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيد الذي تتجه الشركة والمضاد لكوفيد 19 والفيروسات في الصين. تواجه الصين مواجهة إصابات غير مسبوقة لفيروس كورونا، كما تعاني المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي. تذكر بهم العناوين: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة والدفاع المدني يدعو للحذر. مهرجان العلا للحمضيات يعود في موسمه الثاني ضمن فعاليات شتاء طنطورة. وهيئة الترفيه تطلق غدا منطقة إيماجينيشن بارك لمحبي الأفلام والسيارات النادرة. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.